رأى إعرابي مجموعة من الناس موقدين النار من بعيد. اقترب منهم ونادى: يا أهل الضوء! ولم يقل لهم يا أهل النار، خشية من أن تجرحهم الكلمة. الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأوا رجلا كبيرا يتوضأ خطأ قالوا له: نريدك أن تحكم بيننا، من فينا الذي لا يحسن الوضوء؟ ولما توضأوا أمامه ضحك وقال: أنا الذي لا أحسن الوضوء. الإمام الغزالي إنما جاء له شخص وقال: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن نأخذه معنا إلى المسجد. الحياة أسلوب وليست تصيد لعيوب الآخرين. اللهم ارزقنا حسن الخلق مع كل الناس. آمين.